ينضم إلينا من طول كرم دكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الأسبق. أهلا وسهلا بك دكتور على شاشة الغد. دكتور حسن، في البداية هي مسألة العدوان على رفح، هذه الاجتياحات البرية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة، هل هي نوع من أنواع الضغط لإبرام صفقة أو الأمر حقا سوف يتم؟ سيتم يا دكتور. يعني اولا هي بالبدايه كانت مفهومه انها وكانه هي محاوله ضغط من اجل تخفيض مطالب المقاومه الفلسطينيه من في صفقه التبادل المزعومه التي تحدثوا عنها الجميع، بالرغم من موافقه الاسرائيليين في على صفقه الاطار في باريس، الاجتماعات التي عقدت في باريس، الا انهم تراجعوا هذه المره عن ذلك ويمارسوا ضغوط على المقاومه عبر الوسطاء من اجل انجاز يعني أهداف أكبر مما يطلبها الإسرائيليين وأقل مما يطلبها الفلسطينيين، هذا جانب. لكن بنفس الوقت هناك أحلام سابقة لدى نتنياهو وكل قادة دولة الاحتلال أنهم يريدوا حقيقة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهذا يعني يتجاوب مع ما قالوا في يوم من الأيام رابين حين قال أنه يريد أن يصحو صباحا ليرى غزة وقد ابتلعها البحر، وبالتالي هذه أحلام دائمة عند الإسرائيليين. أنا أعتقد أن نتنياهو جاد في ذهابه وتحديه لهذا المجتمع الدولي الذي يعني يحاول أن يرفع يديه ويقول ألم أقل لكم، أو يقول أنه يعني زي ما نشوف الإدارة الأمريكية تتحدث عن أنها فقط تريد يعني حماية المدنيين، لكن لا مانع من أن يستمر هذه العملية العسكرية، فكيف بهم أن يحموا هؤلاء المدنيين؟ أنا أعتقد أن نتنياهو جاد فيما يقول على اعتبار أنه إطالة أمد الحرب يستفيد منها هو، وأيضا هناك إجماع داخل دولة الاحتلال بضرورة إنهاء هذه العملية بعد تحقيق النتائج التي تحدث عنها نتنياهو منذ اليوم الأول. طيب دكتور حسن، المعركة في خان يونس لم تنتهي بعد، فهل من الطبيعي أنه بنيامين نتنياهو أو حتى وزير الجيش يوآف جالانت أنه يفتح جبهة أخرى للمعارك في رفح من دون أن يغلق هذه الكفة كما يقال في خان يونس؟ كذلك هل الأمر مرتبط بإبرام صفقة أو مع استمرار العدوان ووصول الآلة العسكرية الإسرائيلية إلى رفح ينتهي أمر إبرام الصفقة، يعني لا صفقة بعد هذا العدوان؟ أنا أعتقد أولاً الإسرائيليين لم ينتهوا من عملهم العسكري في كل قطاع غزة، لا في الشمال ولا في الوسط، وسيتورطوا مرة أخرى حتى في جنوب قطاع غزة بالرغم من الدمار والآثار الكارثية التي ممكن أن ترتب عن هذه العملية كما يقولون، هذا جانب. والجانب الآخر أنه هؤلاء يعني لم يحققوا شيء حتى اللحظة، وبالتالي هم يعني وكأنهم يصوروا العملية كلها، وكذلك المجتمع الدولي أنه هي صفقة تبادل للأسرى فقط، لكن لا يتحدث عن وقف هذا العدوان الذي يعني يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني ويستهدف كل البنى سواء كانت فوقية أو تحتية في قطاع غزة، وإنما يتحدث وكأن الموضوع كله اختزل بقضية الأسرى. الموضوع ليس هكذا بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، وقد رأينا في مطالبهم الورقة التي قدمت للوسطين المصري والقطري أنه التبادل هو جزء من ما طلبته حركة حماس وليس كل الموضوع. دكتور حسن، يعني تخيل أنه المواطن في قطاع غزة عندما يطالع الأخبار، يعني إن وصل إليها، لأنه حضرتك تعلم يعني لا ماء لا غذاء لا دواء لا كهرباء ولا شبكة إنترنت، يعني فقط المعلومة تصل ربما عبر الأثير، وقناة الغد أطلقت بثها الإذاعي لأهالينا في قطاع غزة كما تعلم يا دكتور حسن. السؤال الآن، هم متعطشون لإبرام هذه الصفقة دكتور؟ يعني على حد علمي على الأقل يحتاجون إلى برهة من الوقت، تنفس نفس، يعني تخيل أنه كل مواطن لا يكاد أن ينام جراء استمرار القصف الإسرائيلي على كل شبر في أرض قطاع غزة. السؤال، كيف نصل إلى هذه الصفقة؟ كيف نصل إلى وقف حتى لو مؤقت لإطلاق النار؟ كيف نصل إلى وجود هدنة يا دكتور حسن؟ ما هو السبيل مع الأخذ في الاعتبار بين هلالين أنه أي صفقة في التاريخ تحتاج إلى درجة ما من التنازل من الطرفين يا دكتور حسن؟ تفضل. نعم، أنا أدرك تماماً والجميع يدرك أنه حجم المعاناة كبير لأهلنا في قطاع غزة، وأنه أولوية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحتى هنا في الضفة الغربية هي وقف إطلاق النار، على اعتبار أنه هذه المعاناة المستمرة والممتدة منذ أكثر من 132 يوم حتى اللحظة جلبت آثار كارثية كما قلنا
على المجتمع الفلسطيني بشكل عام وتحديدا الغزيين، وبالتالي الكل يسعى بشكل أو بآخر من أجل وقف إطلاق النار. لكن المقاومة تقول إن وقف إطلاق النار بلا ثمن أو هدنة كما حصلت في السابق عندما كان هناك هدنة إنسانية لمدة أسبوع، رأينا الإسرائيليين الآن يتباهى نتنياهو أنه أنجز أو حرر 112 أسير إسرائيلي لدى المقاومة بقضيتين، أولا بالمفاوضات وسقف هذه المفاوضات المنخفض، وبنفس الوقت أيضا عبر الضغط العسكري. هو يؤمن ذلك، والمقاومة تؤمن أنه ليس أمامها خيار سوى أن تستمر في مقاومة هذا الاحتلال على أمل أن المجتمع الدولي يضغط على ذلك. لكن حتى اللحظة هذا المجتمع الدولي بكل زعمائه ورؤسائه يريد أن يبرئوا أنفسهم من حجم الكارثة التي ستحصل في المستقبل إذا ما تم اجتياح رفح، وأيضا يجب أن يكون هناك ضغوط دولية من أجل وقف هذا إطلاق النار. أما أن نقدم دكتور يعني حسن، دكتور حسن أرجوك يا دكتور أرجوك، وأنا لا أزايد والله يا دكتور حسن، محور المقاومة دكتور حسن، محور المقاومة لديه هدف، لديه عقيدة، وهي مجابات هذا المحتل، وهذا أمر منطقي طالما هو محتل، طالما هو عدو، أليس كذلك؟ والعدو يحلم بإسرائيل الكبرى. العالق هنا هو المواطن، هو المدني، هو النازع، هو الغزاوي، هو الفلسطيني. إلى أين يذهب؟ أليس سؤالا منطقيا؟ إلى أين يذهب؟ حقيقة أن تتحدث بجانب إنساني بحت، وهذا الجانب الإنساني الشعب الفلسطيني كله يتفهمه تماما، حجم المعاناة كما قلنا كبير. لكن أن تقدم أن يأخذ الإسرائيليين ما لم يستطيعوا أن يأخذوه بالقتال عبر هذه المفاوضات التي يرفضها حتى نتنياهو حتى اللحظة، وهو لم يرسل وفده إلى القاهرة. صحيح. بالأمس كان هذا الوفد أو أول أمس كان بالقاهرة، كان صامتا طوال الوقت، لم يتحدث، استمع إلى ما يقوله هؤلاء، ثم عاد ليكرر نتنياهو نفس الكلمات أنه يريد الضغط العسكري، ويريد أيضا مطالب حماس مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي بالمناسبة ليست مطالب حماس وإنما مطالب كل المقاومة الفلسطينية، أي مطالب الشعب الفلسطيني. اليوم أمامنا خيارين، إما أن نصمد أمام هذا العدوان، وإما أن نستسلم، والاستسلام في قاموس المقاومة أصلا غير موجود، على اعتبار أنه هذه التضحيات التي قدمت على مدار 132 يوم تضحيات كبيرة لا يمكن الاستهانة بها، ولا يمكن بيعها من خلال هذا الضغط الإسرائيلي والتأييد الدولي لدولة الاحتلال في استمرارها في هذه الحرب، بالرغم من مطالبهم الإنسانية، مرة مساعدات إنسانية وغذائية، ومرة أخرى يتحدثوا عن ممرات آمنة. الهدف الإسرائيلي واضح بهذا الشأن، نحن ندرك تماما أن هناك أحلام بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبار قطاع غزة بفر زون، لأنه بالنهاية المطلوب حقيقة هو أن تصل قوات الاحتلال إلى، يعني يتحدثوا عن حشر الفلسطينيين في زاوية ثم ذهابهم إلى سيناء. هم يريدوا إقامة دولي، أو دعنا نقول ليس دولة الفلسطينيين في سيناء، وإنما يريد السيطرة على سيناء وإعادة هذه السيطرة مرة أخرى. هذا الأمر يدرك أشقائنا المصريين ويدرك كل هذا العالم، وبالتالي أمام الشعب الفلسطيني أضغاث أحلام يا دكتور حسن كما يقال، يعني هذه أضغاث أحلام. أنا لدي نقرة أخرى في الحديث معك دكتور. هم يعيشوها. أفهمك دكتور حسن، بيان جماعي مشترك ثلاثي ما بين كندا ونيوزيلندا وأستراليا يطالب هذا البيان بالوقف الفوري العاجل لإطلاق النار. من أي زوايا قرأت هذا البيان وطيات هذا البيان يا دكتور حسن؟ لأنه الزاوية المقابلة مثلا، يعني أعطيك مثالا، الجانب الفرنسي هو معارض لأي عملية عسكرية في رفح، الجانب الألماني هو معارض لأي عملية عسكرية في رفح، لكنه لم يطالب لا فرنسا ولا ألمانيا بوقف إطلاق النار. فما الذي يشير إليه هذا البيان، ولما هذا الاختلاف في أروقة المجتمع الدولي أو هذه الدول الكبرى أو العظمى إن صحت الكلمة دكتور حسن؟ تفضل. يعني أولا هذه الدول الثلاث التي طالبت بوقف إطلاق فوري للنار هي نفسها هذه الدول التي اتخذت موقفا سابقا بوقف تمويل الأنروا، على اعتبار الرواية الإسرائيلية التي قالت أن بعض موظفي الأنروا شاركوا بشكل أو بآخر في عملية 7 أكتوبر. هذا الجانب. الجانب الآخر، اليوم نرى أيضا في أوروبا نفسها، يعني عندما نرى إسبانيا مثلا وإيرلندا يتحدثوا عن مطالبات للاتحاد الأوروبي أو ببحث في حقوق الإنسان أو انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلي في قطاع غزة، وعندما نرى أيضا
انه محكمه العدل الدوليه اليوم تبدا بالطلب من الاسرائيليين بتنفيذ ما تم يعني فعله في محكمه العدل الدولي. هذه الامور انا بعتقد كلها هناك بعض التباينات في المواقف الاوروبيه والدوليه بشكل او باخر، لكن القرار بالنهايه هو قرار امريكي على اعتبار انه الاوروبيين وكل هذه الدول التي تحدثت عنها هي دول ناقل للرسائل وهي ليست دول مقرره في القضيه الفلسطينيه. رايناهم عبر مدى هذا الصراع منذ 75 عام وحتى اليوم هم ليسوا مقررين، المقرر اليوم هو الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية حتى اللحظة تسمع وكأنها صدى للصوت أو الموقف الإسرائيلي بالرغم من بعض التباينات هنا وهناك. عندما يتحدث مثلا بلينكين، يتحدث بايدن، يتحدث هؤلاء عن ضغط على الإسرائيليين أنه إذا أردتم أن تصنعوا هذه المجزرة الجديدة في رفح فالمطلوب تأمين أو يعني مناطق آمنة للسكان في قطاع في رفح، وهذه المناطق الأمنية أصلا غير موجودة، وهم يدركوا تماما أنه لم يعد هناك أي منطقة في قطاع غزة آمنة لا على البحر ولا في الداخل داخل قطاع غزة ولا في شمال قطاع غزة. وبالتالي هذه كلها محاولات حقيقة لتبرئة أنفسهم من التاريخ اللي سيقول في المستقبل أنه كل هذا المجتمع الدولي بكل دوله. طيب ما الهدف يا دكتور حسن؟ هو الذي هو الأخذ الإسرائيلي. ما الهدف من حديث بنيامين نتنياهو عن خطة مزدوجة؟ يعني لاجتياح البري العسكري الإسرائيلي في رفح، والنقرة الأخرى أو الزاوية الأخرى حماية المدنيين أو تهجيرهم أو نزوحهم إلى مناطق آمنة. ما الذي دعا لإعلان البند الثاني في ازدواجية هذه الخطة الإسرائيلية، مع العلم أنه لا مكان آمن ولا شبر واحد من أرض قطاع غزة سالم من فكرة الطائرات الحربية الإسرائيلية أو المدفعية الثقيلة أو الجنود الراجلة أو الأليات والمجنزرات والعربات والمدرعات الإسرائيلية؟ دكتور، يعني ما الذي نفهمه؟ هل هو خطاب للمجتمع الدولي كي يقول أنه ربما لن يطال المدني الغزاوي الفلسطيني أي أذى جراء الاجتياح البري الإسرائيلي على رفح؟ يعني هل هذا هو المراد من بنيامين نتنياهو، أو للأمر مآرب وأفكار ورؤى أخرى إسرائيلية؟ دكتور حسن، هو يبدو أنه يمارس لعبة مزدوجة، بمعنى أنه يريد الذهاب بهذا القتال لنهاياته كما يقول لتصفية حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية في جيبها كما يقول جيب الأخير اللي هو في رفح، وبنفس الوقت يوصل رسالة للمجتمع الدولي ولهؤلاء الذين يتباكوا على المدنيين وتحدثوا عن ضرورة إجلائهم إلى مناطق آمنة. هو يدرك تماما أنه هو الذي دفع بهؤلاء جميعا للذهاب من شمال قطاع غزة ووسط قطاع غزة إلى الجنوب تحت باب أن هذه مناطق آمنة لا يمكن المساس بها. لكن يبدو أنه نتنياهو كما قلت من جهة هو يريد أن يرسل رسالة للمجتمع الدولي، وبنفس الوقت يريد أن يرسل رسالة واضحة للمقاومة الفلسطينية أنكم عليكم أن تقدموا تنازلات أكثر بشأن صفقة التبادل الذي تحدث عنها، أو أن المصير سيكون هو احتلال أو دخول إلى منطقة رفح، سعيا إلى أولا محور فيلادلفيا كما يقولون يتحدثوا عنه، يريد أن لا تبقى الحدود ما بين مصر وغزة أو فلسطين هي كما هي، ويريد هو أن يلتف على ما تم التوقيع عليه في الاتفاقيات السابقة أن تبقى هذا يعني معبر رفح وغيره 14 كيلومتر اللي فيها محور فيلادلفيا أن يبقى بيد الإسرائيليين، يمنع التواصل ولن تكون هناك بين قطاع غزة ومصر أي معبر، وإنما يريد أن يحول هذا المعبر ليكون إسرائيليا خالصا في كلام أبو سالم وغيره، لأنه قبل ذلك تحدث عن تغيير في معبر رفح أو إيجاد بديل لمعبر رفح في معبر آخر إسرائيلي، وهو يدرك أنه بإمكانه إغلاقه بأي لحظة، ونحن نرى كيف يحرض المستوطنين على الذهاب إلى معبر كرم سالم لمنع هذه المساعدات الغذائية الإنسانية التي تأتي، وآخرها مساعدة الطحين التي جاءت من الإدارة الأمريكية، ومع ذلك يمنع حتى اللحظة إدخال هذه المساعدات وهي أمريكية بالأساس. صحيح. وتحت الضغط الأمريكي، ومع ذلك ويمارس هذه العنجهية وهذا الضغط الشديد تحت باب أنه ضغط عسكري كبير زائد مفاوضات أكثر حدية تستطيع إنجاز ما يريده، وتحديدا وهو لا يريد فقط صفقة تبادل الأسرى، وإنما يريد كما قلنا تحقيق أهدافه بتقديم إنجاز للإسرائيلية عبر إنهاء هذه المقاومة، والمقاومة ما زالت قوية ولن يتم إزالتها. على كل حال دكتور، هناك مساءلات حتى في الداخل الأمريكي، لماذا لم تدخل هذه الصفقة حتى الآن؟ سأكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الأسبق، شرفتنا للغاية على شاشة الغد يا سيدي، شكرا جزيلا.